حياكم الله. بظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، يواجه العراق تحديات كبيرة وكثيرة في سعيه نحو تنويع مصادر دخله الاقتصادي. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد العراقي هشاً أمام تقلبات أسعار النفط العالمية، ويؤدي بالتالي إلى تكرار الأزمات المالية. ورغم ثراء أرضه وتاريخه العريق في الزراعة والصناعة، تتطلب اليوم التحديات الاقتصادية والإصرار على الاستدامة، إعادة إحياء هذين القطاعين الحيويين. فتفعيل الصناعة والزراعة ليس فقط خطوة نحو التنويع الاقتصادي، بل هو عودة إلى جذور الهوية العراقية التي غنت بأراضيها الخصبة ومهاراتها الصناعية. فهل ستشهد الأيام المقبلة نهوضاً شاملاً يقود العراق نحو مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً، أم ماذا بالضبط؟